القهوة من وقت حاب قهوة نكون بعليها العاب هوا نمرح هوا نلعب هوا نشاهد كل جديد. ايه زيكم يا اصحابي؟ ايه اصحابي عاملين ايه؟ ايه اخبارك ايه واخبار اصحابنا ايه؟ شوفي اصحابنا مبسوطين منك قوي عشان الالعاب الجميله اللي بتجيبيها لهم، وانت كمان وحشتيهم قوي وهما وحشوك، عشان كده انت جايبه لهم لعبه جميله النهارده. ايه اللعبه الجميله دي؟ بيشربوا شاي بيشربوا شاي ولبن وحاجات جميله وكيكه طب تيجي نقول لهم الموضوع ايه عشان هما مش عارفين. دي طنط، دي اسمها طنط ألفت، دي صاحبه البيت، اصحابها سوسن ونشوة ماشي وسامية، راحوا زاروها في البيت، فهي عزمتهم على ايه؟ على حفلة شاي. قالت لهم يلا يا جماعة نشرب شاي وناكل كيكة ماشي. وبعدين دخلوا قعدوا بقى في الجنينة قدام البيت، طبعا دي الجنينة بتاعت البيت لان البيت ورا اهو، ودي الجنينة. طنط بقى وقفت عشان تحط لهم الشاي، واقفة هي الشطورة طنطي دي. وبعدين جابت براد الشاي الجميل ده، تعالي نوريه لأصحابنا الأول. ده جميل، ده شوفوا أصحاب البراد الجميل الأبيض ده. وإيه قالت بقى؟ إيه هتصب الشاي لأصحابها. راحت صبت لأول واحدة، دي قلنا اسمها إيه؟ نشوة ماشي. طبعا هما دول تلاتة اللي قاعدين وهي الرابعة، وفي أربع فناجين. صبت لنشوة أول واحدة ماشي، وبعد كده صبت لسامية، وبعد كده صبت لمين؟ انا نسيت اساميهم. صبت لاصحابها الاولانية والتانية والتالتة، صبت لهم شاي. بصي شت 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 ماشي. وبعدين قالت لهم يا جماعة مين اللي عاوز لبن على الشاي بتاعه؟ ماشي، العروسة اللي لابسة ازرق الجميلة دي، مش هنقول اسامي بقى احسن عشان ما ننساش. العروسة اللي لابسة ازرق دي قالت لها انا عايزة لبن. قامت صاحبة البيت قامت ماسكة اللبن وقامت حطلها في الفنجان بتاعها. والعروسة التانية دي كمان اللي لابسة فستان مشجر الجميل ده قالت لها وانا كمان، قامت حطلها هنا. واللي لابسة احمر دي كمان قالت لها وانا كمان. قالت لهم يعني انت هتشربوا شاي بلبن وانا هشرب شاي بس؟ يعني ينفع؟ انا كمان هشرب زيكم. وقامت صبة لنفسها شاي بلبن. كلهم بقى يشربوا شاي بلبن ومبسوطين. وبعدين بقى ايه؟ وقالت لهم يا جماعة اتفضلوا في كيكة. ايه قامت حاطة كيكة لأول العروسة اللي لابسة ازرق دي. شايفين يا جماعة يا اصحاب الكيكة الجميلة بتاعتنا دي عاملة ازاي؟ طنط طبخها كويس، حطت لها في الطبق ده. الطبق بتاعها. ماشي خدي بالراحة كده وحطي لطنط دي كمان عايزة كيكة. حط لها وتاني ودي كمان حطي لطنط دي. كلهم بقى ياكلوا كيكه. فقالوا لها وانت مش هتاكلي كيكه؟ قالت لهم لا اصل انا عامله رجيم، مش هاخد كيكه، انا هشرب بس شاي بلبن. وبعدين قامت قاعده على الكرسي بتاعها بقى ماشي، وكل واحد بقى مسك الفنجان بتاعه عشان يشرب. شوفي بقى مسكت الفنجان بتاعها عشان تشرب كده. شت شت. شايفين يا اصحابي الفناجين الجميله دي؟ الله عليها بوبي، رسمة بوبي جميل ماشي. وكمان العروسة اللي لابسة احمر دي شربت الشاي بتاعها كده. شوفي عشان ما تقعش خليها تمسك الشاي كده. يلا خلص قبلهم. وبعدين بقى ايه العروسة اللي لابسة مشجر دي قالت لهم انا هدوق الكيكة الجميلة دي. مسكت الكيكة عشان تاكلها. خدي اكليها لها انت كده بس بالراحة عشان ما تقعش. الله، بتقول لها انت الكيكه بتاعتك جميله قوي، انت بتعرفي تطبخي جميل، انت عاملاها في البيت ولا جايباها جاهزه؟ فطنط صاحبه البيت دي قالت لها لا انا اللي طبخاها، انا بعمل حاجتي كلها في البيت، مش بجيب حاجه من بره، عشان انا بضمن ان الحاجه بتاعت البيت نظيفه، بخاف الولاد ياكلوا حاجه من بره مش نظيفه. وقعدوا بقى يشربوا شاي ومبسوطين. وبعدين العروسه اللي لابسه ازرق دي شربت الشاي بتاعها كله، خلصته كله، قالت لها انا عايزه شاي بلبن كمان. قامت قايمة قالت لها طيب أنا هجيب لك كمان. وقفت ومسكت البراد الجميل ده. الله شوفي براد جميل قوي، وراحت صبت لها شت، وقالت لها عايزة لبن كمان، خلي البراد هنا. وجابت لها اللبن وقامت صب لها اللبن. ومبسوطين خالص. تفتكري أصحابك عجبهم الألعاب الجميلة دي؟
العرايس الجميله بتاعتنا دي. طب بصي، احنا عشان احنا ناسيين اساميهم اللي احنا سميناها لهم، هنقول على اساميهم الحقيقيه وخلاص. دي اسمها انا زي ما قلنا قبل كده، انا، ودي إلزا، ودي باربي، ماشي، ودي واحده صاحبتهم بقى مش هنقول اسمها ايه، هي باربي برضو زي دي، الاثنين دول باربي بس هنقول اسم مختلف عشان ما نتلخبطش، هنسميها ألفت زي ما قلنا. يبقى دي ألفت، ودي انا، ودي إلزا، ودي ايه، باربي. باربي. اه، انت اكتر عروسه عجبتي فيهم ايه؟ ها، إلزا. انا عجباني باربي اللي لابسه احمر الجميله دي، ماشي. طيب، طب بصي استني كده عشان اصحابنا ما شافوش الترابيزه الجميله دي. الله، ترابيزه شفافه جميله، وكمان الكراسي اللي قاعدين عليها شوفي، ده كراسي جميله قوي. استنى ما نشيل طنطي دي قاعده هنا كده، اقعدي هنا. هو على الارض. اه، احنا قعدنا على الارض يا اصحابي اهو، لغايه بس ما نوريكم الكرسي الجميل ده. شفتوا شبه الحقيقي بالظبط. ها، استنى رجعي ورا شويه، رجعي ورا شويه. انت رايحه فين؟ لا بصي، ثواني 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 بس عشان يشوفوه كويس. شوفوا يا اصحابي، الله جميل قوي، شبه الحقيقي بالظبط. الكرسي الجميل ده هو الدور ده، الفنجان البراد الجميل ده عليه بوبي. استنى، هاتي هاتي بسرعه، هاتي هاتي، ما نوري لهم كده عليه ايه عشان هم ما شافوهوش كويس. بصوا يا اصحابي، وري لهم كده، وريهم الخطا. بصوا في البراد اهو، هاتي الغطا بتاعه الجميل. طب حطيه هنا، يلا شطوره، علي بوبي جميل، يلا حطه هنا. ايه ده، انت مش ملاحظه حاجه؟ ايه ده، في حاجه غريبه ما حصلت النهارده. طنط ألفت صاحبه البيت مش لابسه جزمه، هي ماشيه حافيه ولا ايه؟ ما ينفعش كده، ما نمشيش حافيين. طب تعالي كده نشوف. ودي كمان باربي كمان مش لابسه جزمه. طب استني بس، استني، انت لخبطتي الدنيا الاول كده. استنى منعادهم الاول، نجيب واحده واحده ونقعدها. دي كمان باربي مش لابسه جزمه عشان لا كده، مش شاطرين بقى ولا ايه؟ مش شاطرين كده. دي كمان، ودي اسمها ايه؟ إلزا مش لابسه جزمه. انت عارفه مين الوحيده اللي لابسه جزمه؟ مين؟ انا دي. بصوا الجزمه الجميله بتاعتها، الله، لابسه جزمه جميله قوي. استني كده اما نشوف الجزمه شكلها ايه. دي مامتهم. لا بصوا اصحابي، دي صاحبتهم مش مامتهم. شفتوا الجزمه جميله قوي ازاي؟ الله، تعالي نلبسها لها تاني. جميله قوي الجزمه دي. ده هي الوحيده بقى اللي شطوره وبتلبس الجزمه في رجلها. ما نمشيش حافيين خالص، لاحسن رجلنا ندوس على حاجه ولا رجلنا تتعور ولا كده. ماشي؟ طيب، هو انت جايبه الالعاب طقم الفناجين الشاي ده من عند مين؟ من عند عمه؟ اللي بيبيع الالعاب الجميل ده؟ لا مش عند عمه. امال من ايه؟ عاملاه على فكره. من ايه؟ انت اللي عاملاه؟ عاملاه ازاي؟ لا مش الشاي، انت عامله الشاي اللي جواه، انا بتكلم على الفنجان نفسه. شاريه من عند مين؟ من المكتبه؟ من المكتبه ولا من عمه بتاع اللعب؟ من عمه بتاع اللعب. مع عمه بتاع اللعب؟ ماشي. طيب، انا دلوقتي عاوز اشوف اصحابنا يقولوا لنا في التعليقات اذا كانت اللعبه الجميله قوي قوي دي عجبتهم ولا لا. ما احنا لسه ما قلناهاش حاجه، لسه في حاجات ما شافوهاش. لا، حاجات زي ايه؟ زي الكيكه الجميله دي. انت اللي طبخه الكيكه الجميله دي؟ اه. الله، بصوا يا اصحابي، الله، دي كيكه لازقه في بعضها كتير، بنقطعها بالسكينه كده، ماشي، ودي متقطعه جاهزه يعني. والطبق الكبير ده بنحط عليه الكيكه. يلا حطيه عشان الكيكه سخنه. يلا، ها، حطي بالراحه، شطره، ماشي، عادي لي بقى. عارفه ما فيش حاجه شفناها اصحابنا دلوقتي لسه. ده ايه؟ اللبن هم شافوه. واحد. دي بصوا مكتوب عليها بالانجليزي ميلك. ميلك يعني ميلك يعني ايه؟ قولي لي ميلك يعني ايه؟ يعني ايه؟ لبن. كده وقعت البيت. طب استني اما نعدله بسرعه، دي بسرعه، عادي لي بسرعه. الفنجان وقع كمان. هنعدله دلوقتي. خلاص كده هنقول لاصحابنا بقى ايه، بايو كده، ولا انت عايزه تعملي حاجه؟ عايزه اعمل حاجه. عايزه تعملي ايه؟ انت هتجيب اللبن وانا هجيب لبن والشاي. هتصب لهم شاي ولبن؟ اخر مره، اخر دور كده يشربوا بسرعه عشان نخلص، نقول لاصحابنا بايو كده. طب خلاص، خدي حط لهم شاي، مشيك البراد الجميل ده. يلا هنحط اللي باربي شطوره، وكمان هنحط الثانيه دي اسمها إلزا، ماشي، وكمان انا فيدو.
يلا حطي الانا يلا. خلي بالك خلي بالك. هتملي لسه. هتملي لسه؟ عشان فضي. طيب فضي ماشي. شطوره. خلاص. طب يلا. على الاخر. ماشي يلا يلا حطي لهم الشاي عشان على الشانين عايزين يشربوا شاي. شطوره يلا حطي لهم لبن بقى. يلا. شت. 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 كلهم هيشربوا شاي بلبن، واصحابنا الحلوين بيشربوا لبن مبسوطين. استنى ايه ده؟ ده اتقلب. استنى. ماشي؟ الكيكه بتاعتها. ما هي مش عايزه، هي عامله ريجيم مش بتاكل كيكه. مش هي قالت في الاول؟ تنسيتي ولا ايه؟ هي قالت مش هتاكل عشان هي عامله ريجيم. دول بس اللي بيحبوا هياكلوا الكيكه عشان هم مش عاملين ريجيم، هي بس اللي عامله ريجيم عايزه تخس شويه. ماشي؟ يلا. دلوقتي بقى هنقول لاصحابي ايه؟ ها؟ باي على طول كده. ها؟ اشتركوا معانا في القناه شوفوا ساعتنا فاتت. اشتركوا معانا في القناه وشوفوا فيديوهاتنا اللي فاتت يا اصحابي. وعلى فكره احنا عاملين العاب جميله، العاب مطبخ جميله قبل كده. العاب فيها طبيخ بقى وبوتاجاز وخضار وفاكهه، حاجات جميله قوي. هيشوفوها كلها ويقولوا لنا ايه رايهم في الفيديوهات دي، وكمان يقولوا لنا النهارده اللعبه الجميله بتاعت النهارده عجبتهم ولا لا. ماشي؟ هي عجبتك اصلا ولا ما عجبتكيش؟ عجبتني. عجبتك ليه بقى؟ عشان انت بتحبي تطبخي وتصبي الشاي والحاجات الجميله دي؟ ماشي. وهم بقى البيوت الجميله اللي ورا دي هم قاعدين في الجنينه وبيشربوا الشاي وهم شطورين خالص. انا كمان عجبتني اللعبه دي قوي. ودلوقتي نقول لاصحابنا ايه؟ باي يا اصحابي. باي. بصي يا اصحابي، انا ركبت دلوقتي الساق بتاع الورده. بعمل لها ايه؟ عملت الساق اهيت، وعملت ورقه من الورق الاخضر ده، وعامل ورقه كمان الناحيه الثانيه. ماشي. بصي يا اصحابي دلوقتي ده شكل الورد بعد ما خلص خالص. عملت ورقتين، واحده الناحيه دي واحده الناحيه دي. وريني، حطي ايدك هنا كده وريني انت عملتي ايه عشان اوريها لك. الله، نزلي ايدك تحت، نزلي ايدك تحت. سمكه عاملة زي ورقة الشجر كده، جميلة لونها أخضر، جميلة قوي، شطورة. طيب يا أصحابي بصوا بقى الطبق، ألفه لكم كده عشان تشوفوا شكل الورد جميل إزاي. الله، هعمل لكم حاجة. طب يلا نقول إيه لأصحابنا دلوقتي؟ ها قولي. اشتركوا معانا في القناة وشوفوا بتاعتنا اللي فاتت. بالراحة قولي بالراحة. اشتركوا معانا في القناة يا أصحابي وشوفوا فيديوهاتنا اللي فاتت. يلا وقولوا لنا بقى في التعليقات اذا كان الورد ده سهل ولا صعب. ماشي؟ ماشي. ماشي. نقول لهم ايه دلوقتي؟ باي. باي يا اصحابي. باي.